رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب إذنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج، واليوم حديثنا عن حكم الزواج. ما حكم الزواج في الشريعة الإسلامية؟ لكن قبل أن أحدثكم عن حكم الزواج، أحب أن أرسم على شفاهكم ابتسامة. الأمم المتحدة أجرت إحصاء قرأت فيه من هم الناس الأطول أعمارا في العالم، فلاحظت أن المتزوجين هم أطول الناس أعمارا، على عكس ما يشاع بين الناس أنه أحيانا المرأة بتقصف العمر. الحق أن الزوجة تطيل لك عمرك، وفي دراسة نفسية يقولون إن المرأة أفضل علاج نفسي لزوجها، وإن الزوج أفضل علاج نفسي لزوجته. الزواج يطيل الأعمار. ومرة في حفلة من حفلات الأعراس، بينما كنت أحدثهم عن هذا الاستبيان وهذا التقرير بأن المتزوجين أطول الناس أعمارا، همس أحدهم في أذني ليقول: ترى هل يتناسب العمر مع عدد الزوجات؟ ما حكم الزواج في الإسلام؟ هو حديث حلقة اليوم. ترد على الزواج أيها الإخوة أحكام فقهية أربعة. الزواج يكون فرضا في بعض الحالات، وإذا قلت لكم إنه فرض فاعلموا أن فاعله يثاب وأن تاركه يعاقب. صلاة الظهر فرض، من صلاها يثاب، ومن تركها عليه إثم ويعاقب. صوم رمضان فرض، من صام رمضان يثاب، ومن ترك الصيام فإنه يعاقب. الزواج في بعض الحالات يكون فرضا، فاعله يثاب وتاركه يحاسب ويعاقب. والزواج حينا أيها الإخوة يكون سنة، فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه. والزواج حينا يكون مكروها، فاعله لا شيء عليه لكن تاركه يثاب. وفي بعض الحالات يكون الزواج حراما، من تزوج في بعض الحالات فقد ارتكب حراما، والحرام فاعله يعاقب وتاركه يثاب. في بعض الحالات يكون الزواج حراما، لا يجوز لك أن تتزوج في بعض الحالات، وإذا تزوجت فقد ارتكبت حراما. الزواج يكون مفروضا ويكون مسنونا ويكون حراما ويكون مكروها. كيف تقع هذه النقاط الأربعة؟ هو مادة حديث اليوم. الزواج يكون مفروضا أيها الإخوة لكل من ملك طاقة جسدية ومالية للزواج، ولكل من تاقت إليه نفسه، ولكل من خشي على نفسه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج. من ملك هذه الأمور الثلاثة صار الزواج في حقه فرضا. من ملك الأهبة للزواج، عنده قدرة جسدية لأن يتزوج رجلا كان أو امرأة، عنده حاجة جسدية للزواج، وعنده عنده قدرة مالية للزواج، ثم هو تتوق نفسه للزواج، يتمنى ويشتهي أن تكون له زوجة أو أن يكون لها زوج،
ثم يخاف على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الحرام والعياذ بالله، أن يقع في الزنا. هذا الواجب عليه أن يتزوج، وهو إذا تزوج نال أجراً ونال رتبة عالية. وإن ترك الزواج، إذا قال يا أخي خليك عصفور طيار، إذا قالت الفتاة لا خليني أنا أتنقل من زهرة إلى زهرة، إذا قيل لهذه الفتاة لماذا تأسرين نفسك في بيت زوجك، كوني مرتاحة في بيت أمك وأبيك، وتركت الزواج وقد تملكت هذه الأمور الثلاثة، فإنها ارتكبت حراما، لأن الزواج في حق هذه الفتاة فرض، ولأن الزواج في حق هذا الرجل فرض. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم. أنكحوا يعني زوجوا، الأيام من لا زوج لها أو من لا زوج له. الأيام جمع أيم، المرأة التي لا زوج لها أيم، والرجل الذي لا زوج له لا زوجة له أيم. الله يقول: وأنكحوا، زوجوا يا عبادي، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه أنكحوا فعل أمر، وكل أمر في القرآن الكريم مصروف إلى الفرضية ما لم يصرفه صارف. والخطاب في كلمة أنكحوا هي لأولياء الشباب وأولياء البنات: يا والد كل بنت، أنكح ابنتك التي لا زوج لها إذا جاءك الشاب الكفء. ولا تقل له: والله ابنتي تدرس الآن في الجامعة، هي في السنة الثانية، بس تنتهي من الجامعة سنزوجك. لا، الله يقول أنكحوا، زوج ابنتك. يا أيها الإخوة، تشاهدون أحياناً بعض الفتيات يرسلن رسائل إلى أقنية فضائية مختلفة، يقولن فيها: أنا فتاة، عمري كذا، من بلدي كذا، هاتفي كذا، أريد زوجاً. أنكح ابنتك، زوجها إذا جاءك الكفء، قبل أن ترسل ابنتك رسالة إلى شريط أخبار يرسل على أقنية فضائية ليشاهد الناس جميعاً اسمك واسم ابنتك الباحثة عن زوج. هذا الخطاب لكل والد فتاة: أنكحوا. وهذا الخطاب لأغنياء المسلمين: يا أيها الإخوة، الزواج في هذه الأيام صعب، ولا يستطيع شاب بدون مساعدة أن يتزوج إلا ما ندر، اللهم النادر النادر، فتعالوا نساعد الزواج، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، يكون فساد عريض في هذه الأرض. ولعل من أوسع أبواب الخير في هذه الأيام مساعدة الشباب على الزواج، مساعدة الفتيات على الزواج. أنكحوا خطاب لوالد كل فتاة، أنكحوا خطاب لكل غني من أغنياء المسلمين يجد معه سعة في المال أن يزوج من لا زوج لها أو من لا زوج له. أنكحوا خطاب لمن بيدهم القرار في بلاد إسلامية وعربية، بل في الكرة الأرضية: ساعدوا الناس، سهلوا الناس على الزواج، لأن الزواج في بعض الحالات فرض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني نفقات الزواج وقدرات الزواج وأهلية الزواج، فليتزوج. هذه كلمة ليتزوج، اللام لام الأمر، مقترنة بفعل مضارع، الصيغة صيغة أمر، يعني تزوجوا. بعض العلماء قالوا من هذا الحديث إن فيه أمراً للزواج فالزواج فرض، وإن كان جمهورهم قال على سنية هذه الكلمة في هذا الحديث، لكن بعضهم قال بأنه فرض. الشاب الذي يستطيع منا أن يتزوج وقد تاقت نفسه إلى الزواج ويخاف على نفسه من الوقوع في الحرام فليسارع نحو الزواج، وإن الله تعالى لا شك سيعينه. لكن أيها الإخوة، ماذا على من تاقت نفسه إلى الزواج ولا يجد أهبة؟ ماذا على شاب يتمنى، تتشوف نفسه، يتطلع إلى الزواج، يتوق إليه، لكن ما عندوش مال يستطيع أن يتزوج به؟ ماذا على فتاة تتمنى أن تكون زوجة لتنال أجرا كبيرا، لكن أباها
يمنع الخاطبين عنها؟ أو أنها فقيرة جدا لا يقرع بابها؟ أو أن هذا الشاب فقير جدا لا يستطيع قرع باب أحد؟ قال الله تعالى في دواء لهذا الشاب وفي دواء لهذه الفتاة: وكم في كلام الله تعالى من ترياق، وكم من برد وسلام ينزل إلى قلوب أبنائنا وبناتنا إذا تصفحوا القرآن الكريم وقرأوه بوعي وبتمهل بعد طاعة وعبادة لله. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا تخاف أيها الشاب، والله ما إن طلبت العفة حتى يطلبك الغنى، والله ما إن طلبت الامتثال لأمر الله حتى يسرع الفرج نحوه. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، عما قريب ستنفرج هذه الغمة عنك، وسيكون لك بيت، وستكون لك زوجة، وسيكون لك أولاد، ويومئذ تفرح بعطاء الله تعالى. ولكن أنت ابقى عفيفا. الحديث الذي تحفظون والذي مر قبل قليل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، له سبب ورود. يقول عبد الله بن مسعود: كنا شبابا لا نجد شيئا، ما عندنا مال، فقراء، وربما سكنوا داخل المسجد. كنا شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع لا يملك، تتوق نفسه لكن لا يملك مالا، لا يملك نفقات، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، الله سيعينك، ولا شك أن مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. الآن أيها الإخوة، يوجد نقطة في آية في سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أقرأ الآية مرة ثانية ودققوا في كلماتها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أسألكم: هل يوجد أب في العالم عاقل شريف نقي يأخذ بيده ابنته ليجبرها على البغاء، على الزنا، على الحرام؟ اللهم لا. إذن ما معنى الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء؟ إذا ضيق الأب على الخاطبين، قرع بابه خاطبون كثر لابنته، فضيق عليهم وشدد عليهم وغالى مهر ابنته، فإنهم سينصرفون وستبقى الفتاة بغير زوج، وبهذه الطريقة يكون دعاها أبوها ودفعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نحو الذهاب نحو الحرام. وربنا يريد منا أن نسهل الزواج وأن نساعد الناس على الزواج. وفي الترمذي قول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، ثلاثا لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا جاءها كفء. هذا أيها الإخوة النوع الأول من أنواع أحكام الإسلام في الزواج. الزواج فرض. نكون مع فاصل ثم نتحدث عن الزواج المسنون والمكروه والحرام، فكونوا معنا. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة الثانية من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. تكلمنا في هذه الحلقة عن حكم الزواج، وذكرنا قبل الفاصل بأن الزواج له أحكام أربعة: الزواج يكون فرضا، ويكون مسنونا، ويكون حراما، ويكون مكروها. وفي كل واحدة من هذه الحالات الأربعة له حالات خاصة. تحدثنا عن الزواج المفروض، متى يكون مفروضا؟ كل من ملك أهبة وتاقت نفسه للزواج وخاف على نفسه الحرام فالزواج في حقه فرض. الآن الزواج المسنون: كل من ملك أهبة للزواج،
جسدية ومالية، وتاقت إليه نفسه، يتمنى أن يتزوج لكن لا يخاف على نفسه الزنا. وهذه حالة عدد كبير من الفتيات ومن الشباب. الزواج في حقه سنة، مسنون، لك أجر إذا تزوجت. كل من ملك أهبة وتاقت نفسه إلى الزواج لكن لا يخاف على نفسه الزنا والوقوع في الحرام، فالزواج في حقه مسنون. لكن هناك نقطة أيها الإخوة، العلماء في كتبهم درسوا قضية دقيقة وفيها لطيفة علمية. قالوا أيهما أفضل، الزواج أو التفرغ للعبادة؟ ما رأيك؟ أن تبقى في المسجد ناصبا قدميك للطاعات، مقبلا بوجهك على القبلة وعلى حضرة الله تعالى، فاتحا كتابك، منصرفا إلى قراءة قرآنك، صائما النهار، قائما الليل، عبادة. أيها أفضل، أن تتفرغ للعبادة أو أن تتزوج؟ جمهور العلماء قالوا الزواج أفضل. تخيلوا هذا الأجر الكبير للمتزوج، كأنه يقوم الليل، كأنه يصوم النهار، كأنه متفرغ للعبادة في مسجده، لكن الزواج أفضل. ثم طرحوا قضية أخرى، أيها أفضل، الزواج أو التفرغ للعلم؟ بعضهم قال التفرغ للعلم أفضل، وبعضهم قال الزواج أفضل، لأن الزواج نفعه متعدي، أنت بالزواج تنفع نفسك وتنفع الآخرين، والعلم أيضا نفعه متعدي. أما العبادة فنفعها قاصر، أنت تستفيد فقط من عبادتك، لكنك بزواجك تنتفع أنت وتنفع أهل بيتك وتنفع أولادك، وربما تنفع المسلمين بولد يأتينا منك يكون صلاح الدين الأيوبي أو يكون عمر بن الخطاب جديد لهذه الأمة. الزواج يكون مسنونا لمن ملك الأهبة وتاقت نفسه لكنه لا يخاف على نفسه الزنا. الآن متى يكون الزواج حراما؟ متى لا يجوز لك أن تتزوج؟ متى يحرم على الفتاة أن تتزوج؟ متى يأثم الشاب إذا تزوج؟ قال العلماء: من أيقن، وراقبوا كلمة أيقن، من أيقن أنه سيؤذي زوجته جسديا أو ماليا فإن الزواج في حقه حرام، لأن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من أيقن أنه يظلم الزوجة، كيف؟ مثلا لو أن شابا معه مرض جسدي يمنعه من الاقتراب لزوجته، وهو يعرف من نفسه هذا المرض، ودفعه أهله نحو الزواج وقالوا: نريد أن نفرح بك، نريد أن نزوجك، نريد أن نراك عريسا في حفل العرس، ينبغي على هذا الشاب أن يقول لهم: هذا لا يجوز، أن أظلم فتاة تقترن بي ثم أنا لا أستطيع أن أؤدي حقها الجسدي أو حقها الجنسي. من أيقن أنه يؤذي زوجته جسديا فالزواج في حقه حرام. أيضا من أيقن أنه يؤذيها ماليا، يعني بعض الناس يا أيها الإخوة عنده شح كبير، والله حدثت عن رجل قال إذا خرج من بيته البراد وضع له مفتاح وقفل، يقفل باب البراد بيده ولا يفتح باب البراد حتى يعود من وظيفته مرة أخرى. بخل وشح شديد، ماذا ستأكل هذه المرأة في غيابك؟ من أيقن أنه يؤذيها بنفقته، لا يستطيع أن ينفق على إنسان آخر معه، لا يستطيع أن ينفق على أولاده، هذا حرام أن يتزوج. أحيانا طالب في الجامعة في السنة الثانية يتقاضى مصروفا من والده، يأخذ في الأسبوع مبلغا بسيطا زهيدا بالكاد أن يكفيه، أن يكفيه وحده، ثم أبوه ليس مقتدرا على إعانته على الزواج، يقول لك: يا أخي لقد تعرفت على فتاة في الجامعة أريد أن أتزوجها.
طيب تتزوجها، كيف تنفق عليها؟ أين ستعيش هذه الفتاة؟ من أين ستطعمها؟ أين هو النفقة؟ أين هو المدخول؟ ما عندك؟ أنت ستؤذي هذه الفتاة. لذلك الزواج في حقك حرام إذا أيقنت أنك ستؤذي هذه الفتاة. كل من أيقن أنه يؤذي زوجته، أو الزوجة لو أيقنت أنها تؤذي زوجها، لو كانت الزوجة لا حاجة لها بالرجال بسبب مرض نفسي أو مرض عضوي وجاءها الخاطبون، ينبغي أن تقول لأمها: يا أمي، أنا لا أستطيع الزواج، والسبب كيت وكيت، لا أريد أن أؤذي رجلاً بالزواج مني. وهذا الحكم الثالث للزواج، الزواج حرام. الحكم الرابع والأخير أن الزواج مكروه. قال العلماء: من خاف أن يؤذي زوجته، خاف، حرام إذا أيقن، أما إذا خاف فالزواج مكروه. من خاف أن يؤذيها جسدياً، من خاف أن يؤذيها مادياً، يكره في حقه الزواج حتى يسلك على أيدي المرشدين والمربين، حتى يدربوه كيف يصير كريماً على زوجته وعلى أولاده وعلى نفقته عليهم، حتى لا يؤذيهم إذا تزوج. ثم العلماء قالوا: أيها الإخوة، إن الخطبة على الخطبة حرام أو مكروهة، يأثم من فعل هذا الأمر، وزواجه إذا تزوج بهذه الطريقة يكون مكروها. ما معنى الخطبة على الخطبة؟ يأتي شاب فيخطب من عائلة، الفتاة جيدة، خلوقة، جميلة، حسيبة، نسيبة، يحدث صاحبه بالأمر، يقول: أنا طلبت يد فلانة، أنا وعدتهم بزواج، وبيني وبينهم حديث. وإذا بصديقه يذهب ويخطب هذه الفتاة، فإذا حدث أن وافق الأهل على الصديق وتزوج هذا الشاب الثاني فزواجه مكروهاً. وفي النوادر أن المغيرة، وهو داهية من دواهي العرب، يقول: ما غلبني أحد برأيه ورجاحة عقله إلا غلام. استشرته مرة في خطبة فتاة كانت جميلة وحسيبة وأديبة ونسيبة، فقال لي: أيها الأمير، إنها لا تصلح لك. قلت: لما؟ قال: لقد رأيت رجلا يقبلها. قال: فامتنع المغيرة الصحابي، وكيف لو أن يتزوج فتاة قبلها رجل؟ وإذا به بعد حين يدعى إلى زفاف هذا الشاب، ويفاجأ أن العروس هي نفس العروس التي كان خطبها المغيرة. فذهب المغيرة إلى الفتى وقال: يا فتى، أما قلت لي لقد رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، لقد رأيت أباها يقبلها. يقول المغيرة: ما غلبني أحد برأيه إلا هذا الغلام. بالطبع هذا لا يجوز في الشرع، وهذا حرام، والزواج على أثره مكروه. وأيضا يكره في ختام هذه الحلقة زواج الغرور. زواج الغرور أن يغرر شاب بفتاة، أو العكس. أحيانا تذهب لتخطب من عائلة تقول: ماذا تدرس ابنتكم؟ يقولون: والله ابنتي دكتورة. بعد حين تكتشف أن ابنتهم طالبة في المعهد الطبي. يقولون: كم عمر البنت؟ يقول: والله عمر البنت 19 سنة. لما تأخذ دفتر العائلة أو الهوية لتسجيل العقد في المحاكم، وإذا بالعمر 23 سنة. فيها تغرير بالشاب، قل له: ابنتي 23 سنة. وأنت أيها الشاب، أحياناً شاب يأتي بسيارة فارهة يوقفها على فم دار أهل العروس، ويعطيهم شيء من الزمامير حتى ينظروا من الشرفات: الله أكبر، سيارته فارهة. وإذا به مستأجر هذه السيارة لمدة ساعتين، فإذا زوجوه على إثر موافقتهم على السيارة، هذا الزواج مكروه. أيها الإخوة، تحدثنا اليوم عن حكم الزواج في الإسلام. الزواج يكون مفروضاً، ويكون مسنوناً، ويكون حراماً، ويكون مكروهاً، وفي كل واحدة حالات خاصة بها. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج.
لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب إبنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل